عاصفة قوية، عاصفة رعدية. حاليا أجواء ماشي سهلة، أجواء ممطرة. كما كتشوفوا معنا خوتي حاليا أمطار قوية، أمطار ماشي صعيبة بزاف، تقدر تسبب فيضان اليوم كما كتشوفوا معنا. حاليا ما بعيدش على مراكش. هانتوما خوتي، دابا حاليا امطار شنو السبات، ها هي سبب الامطار دابا حاليا. السلام عليكم اصدقائي، فيديو جديد كما كتشوفوا معنا خوتي. حاليا ما بعيدينش على مراكش، الاجواء رائعه، الاجواء ممطره جميله. اش غادي نقول لكم، هذا الشيء زوين بزاف. خليكم اخوتي تكتشفوا بعض اللقطات ديال امطار غزيره، ما بعيدينش على مراكش. ها انتم اخوتي كما كتشوفوا معنا، هذا المكان كتنزل الامطار غزيره، دازت قبيله الشتاء هنا والعاصفه قويه. وانتم اخوتي الاجواء ممطره في المغرب كامل، طنجه، الشاون، العرائش، تطوان، اي مناطق كلهم فيهم العاصفه رعديه وفيهم هذه الامطار غزيره قويه. والحمد لله نتمنوا امطار غزيره تزيد وتكون الفيضان ويكونوا بزاف ديال الحوايج باش يكون الخير، حيت امطار غزيره في صالح المغرب وفي صالح بلادنا، خصوصا الفلاحه، الربيع، الطبيعه. كما كتشوفوا اخوتي امطار غزيره جهده حاليا قويه بزاف. ها انتم اخوتي ما بعيدينش على مراكش. شوف اخوتي، شوف الطرق كلها عامره بالماء. ايوا الله يجيب غير النفع.